أنا اليوم بين أهلي أهل الطارمية. وأنا اليوم ابنكم موجود بينكم. أنتوا أهلي. وبيتكم بيتي. وسلامتكم سلامتنا. إن شاء الله. الله يسلمك ويعزك. أنا موجود بينكم اليوم. لين وصلت لي اخبار عن تجاوزات على اهل الطارمية. ابد ماكو تجاوزات. البعض يقول هناك حملة اعدامات واعتقالات بالمئات في الطارمية ردا على استشهاد البطل امر اللواء العميد علي قدم نفسه لحمايتكم. وهو بطل من أبطال الجيش العراقي، لكن البعض حاول يصور صورة وهمية من أوهام أعداء العراق أن هناك حملة انتقام. الدولة لا تبنى بالانتقام، الدولة تبنى بالقضاء وتبنى ضمن مفهوم المواطنة. هناك ادعاءات وأوهام حاول يصنعها البعض أن هناك حملة اعتقالات وإعدامات جماعية. هذه تصرفات داعش. هذه دولة قانون ودولة خدمات للمواطنين، لكن نية الحكومة عن إعلان انتخابات مبكرة خلت البعض يزايد ويحاول يخطف أصوات أبناء الطارمية تحت عناوين مرفوضة. قضينا على الطائفية ولا نريد أحياء الموتى. أهل الطارمية أهلنا، وأنا رئيس وزراء لكل العراقيين. أسأل سؤال، إذا أكو إعدامات أو اعتقالات أو تجاوزات هاليومين بسبب استشهاد العميد البطل علي حسن غيدان، قولوا لي. لا ماكو هالشيء ابدا. هذه اتهامات باطل. اطلب من الدعاء العام ان يفتح تحقيق بهذه الاتهامات الخطيره التي تمس الامن الوطني العراقي. اعرف اكو تحديات عندكم كبيره، واعرف عندكم مطالب مشروعة، ولكن أقول الطارمية طارمية الخير، بها الماي والزرع وبها الكفاءات، وانتو كلكم عرب، والعربي بطبيعته يرفض المفهوم الطائفي اللي منبني على العنصرية. احنا عراقيين يوحدنا مفهوم واحد هو الوطن والعراق. انتوا ابنائي، كنا معاك. انتوا ابنائي، واقول لكم شغله واحده، خل نبني هذا العراق بانتخابات نزيهه، ولا تسمعون لحد يحاول يخطف صوتكم تحت عنوان طائفي. هذا بي خدش بعروبيتكم وبيخدش بكرامتكم. لا تقبلون غير العراق. حفظ الله العراق وحفظ الله العراقيين. أنتم العراق. شكراً.